متتبعي قناة العائلة الملكية المغربية، السلام عليكم. الدولة العلوية، قصة رجل غادر الجزيرة العربية ليحط الرحال بالمغرب الأقصى. بدأ تاريخ الدولة العلوية في المغرب الأقصى سنة 1638 على يد محمد بن شريف أول ملوكها، وخلفه أخوه الرشيد، وهو الذي قضى على زعامة الزاوية اللائية ووحد قسما كبيرا من البلاد تحت حكمها. ويعتبر المولى إسماعيل ثالث أكبر ملوك العلويين في عصرهم الأول، وفي أيامه نفذت سلطة المغرب إلى جميع أجزاء المملكة، كما أنه عقد معاهدة مع الأتراك في الجزائر، واستعاد المولى إسماعيل المعمورة والعرائش وأصلة وطنجة من يد الأجانب. وكان للمولى إسماعيل جيشا ضخما، وفي أيامه اتسعت تجارة المغرب الخارجية، وخاصة مع إنجلترا، هولندا، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا. وكلمة العلوي في المغرب خاصة تطلق على من يمتد نسبه للعلي بن أبي طالب، فالمغرب كان ملجأ للعلويين منذ عهد العباسيين. وقد كان أول علوي هرب إلى المغرب هو إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد. وقد فر إدريس من يد العباسيين الذين كانوا قد سجنوا والده عبد الله، كما فر أخوه إبراهيم إلى مصر والجزائر، وهم الذين يعرفون في الجزائر باسم الإبراهيميين. وأما أخوهم يحيى فقد هرب إلى أقصى المشرق، وكون إدريس أول دولة للعلويين سميت باسمه دولة الأدارسة. العلويون في المغرب ينقسمون إلى قسمين، الحسينيون والحسنيين. فالحسينيون فهم من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب، أما الحسنيون فهم أبناء الحسن بن علي بن أبي طالب. فالحسنيون فمنهم الأدارسة أبناء إدريس، والسعديين ومنهم العائلة الحاكمة في الأردن، وأبناء علي الشريف جد العائلة المالكة حاليا في المغرب.